وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لقاء جديد مع أبواب أو مسائل الفتح والإمالة. في الفواتح في ألف لام را وألف لام ميم را وحاميم وكاف هاء عين صاد، نقرأ بالفتح في جميع الصور ثم بالتقليل ثم بالإمالة. ألف لام را، ألف لام را، حاميم، كاف ها يا عين صاد. احنا اخترنا التوسط في عين حتى نخفف على انفسنا المدود. نأتي بالتقليل. ألف لام را را، وفي البعض يخطئ يقولها كأنها را يعني فقط ترقيق وليست تقليلا. لا، ألف لام را را وليست را را را، هذا ترقيق وليس تقليل. را را، ألف لام را، حميم، 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 كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد. نأتي بالإمالة في الصور الثلاثة. ألف لام ر، حميم، كاف ه عين صاد. طبعا احنا املنا الحرفين، وفي من يميل الهاء وحدها. كاف ه عين صاد، ومن يميل الياء وحدها. كاف ها ي عين صاد. وهذه الكلمات في الحروف في الفواتح، ومنها أيضا طاسين وطاسين ميم، فإن صحبة قد انفردوا بإمالتها. طيسين، طيسين، وجميع القراء يفتحونها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.